أستاذ ياسر، يمكن فكرة برضو الحديث حوالين زي ما هو تحدث في الفيديو إنه هو الراجل حكى قصته من البداية، وإنه هو ابن منطقة العجوزة وتعلم في مدارس حكومية وكان بيمشي في حياته زي ما كل المصريين على حد قوله بيقول عن طريق الرشاوة والمحسوبية والأندر تيبل وكل سنة وانت طيب والرشاوة عشان حاله يمشي، وبالتالي هو ما كانش هيعرف يعيش في هذا البلد إلا بهذه الطريقة. وهنا عايز أسألك، وفقا لمعطيات ما طرحه محمد علي في كلامه، هل هنا محمد علي زي ما بعض بيحلو أنه يروج، هل هو بطل بالفعل، بطل قومي حرق المراكب وقرر أنه يواجه السيسي والمؤسسة العسكرية لوحده، ولا هو ضحية من ضحايا هذه المنظومة المتكاملة من الفساد والمحسوبية والوسطة وغيره؟ هو الحقيقة محمد علي عمره ما ادعى ان هو بطل، يعني انا ما شفتلوش خالص في وسط من بداية ما طلع اتكلم اي ادعاء ان هو بطل او ان هو بيواجه السلطة عشان موقف سياسي او بتاع. هو الراجل كان واضح جدا في كلامه انه تعرض لظلم، والظلم ده يعني وصله لحالة اليأس من ان هو خلاص، يعني في الاخر كل واحد عنده كرامة، يعني مهما كان عنده مصالح بس في الاخر كل واحد عنده كرامة. يعني هو وصلوا معاه على حسب كلامه وعلى حسب الفيديوهات اللي هو كان بيقولها، وصلوا معاه لمرحلة انه خلاص، يعني انت ما يعني ما مش هتاخد مننا، مش هتجيب حاجة تاني. هو قال في وسط كلامه كلام انه يعني اتكلم مع واحد من اللواءات وبيقول له يعني المشاريع دي ايه مصلحة البلد فيها وبتاع، فاللواء ده رد عليه قال له انت بتتكلم في السياسة محمد علي، تخلي بالك يا محمد علي، انت يعني فيما معناه انت نسيت نفسك وهتتكلم في السياسه بقى وتخش وتسال ده بيفيد ولا ما بيفيدش. وده كانت بدايه بقى ان هم ابتدوا يقلبوا له في الايه، في الاوراق، طب انت ليه عليك بقى كذا وعليك كذا وعليك كذا. يعني هي القصه، يعني انا ما يعني مش عايز ادخل في جدليه هل محمد علي بطل ولا فاسد زيهم وبتاع. انا بشوف ان دي معركه، ومعركه مهمه جدا، في واحد قرر من داخل المنظومه ان هو يطلع يفضح الفساد اللي جوه المنظومه. اخد الكلام اللي هو بيقوله ده وعلى محمل الجد، يعني ده هو بيقول تفاصيل، يعني والتفاصيل عليها دليل زي ما قلت لك عليها، انه لما هو بيتكلم على استراحه في الحته الفلانيه الناس تروح تشوف هل في فعلا استراحه اتعملت في الحته الفلانيه دي ولا لا.